السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون بالف صحه وعافيه. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. كما كتشوفوا معايا غادي نصاوب هاد المملحات اللي كيجيو زوينين بعجينه المسمن، وهاد البيتزا يعني العجينه راني صوبتها في واحد الفيديو غير عمرتها صافي. المهم غدوز معايا هاد النهار، وكذلك في العشيه خرجت وشريت بعض الادوات يعني بعض الحويجات ديال الكوزينه. تابعوا معايا الفيديو الاخير. ما تنساوش اخواتي ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه. اذا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه اشتركي فيها وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساوش لايك باش تدعموا القناه وتعطيكم دائما المزيد الوصفات السهله. في البدايه اخواتي كما كتشوفوا هذه العجينه ديال المسمن، يعني كناخذوا فينو وشويه ديال الفرص وكنعجنوه مزيان وتنخليه يرتاح. يعني ملي كيترتاح العجينه كتكون العجينه زوينه. يعني كنديروا فيها شويه الملحه صافي وكنعجنوها، يعني الفينو وفورس. ملي كترتاح كنديروها كويرات على هذا الشكل، المهم صغيورين على هذا الشكل هذا على قد المش حبه المشمشه صافي، ونخليهم يرتاحوا عاوتاني. ومن بعد تلاقاو يعني تشوفوا كيفاش الطريقه كامله كيفاش نصوبوا هاد المملحات. تدير واحد البلاطو وغطيهم بلاستيك باش ما ينشفوش من الفوق، ديرولهم الزيت تنكملهم كاملين. في البدايه اخواتي دابا غناخذ واحد المقله اللي غنديروا فيها شويه الزيت، وغادي نطيبوا فيها يعني العماره ديال المملحات اللي فيها البصله والفلفله. درت الفلفله الخضراء والحمراء. سمحوا لي لان تمحال لي الفيديو او المقطع اللي فيه داكشي اللي وجدت لكم ديال البصله والفلفله، تمحال لي واحد المقطع اخر يعني في الاخر ملي وجدت المملحات. يعني هادشي اللي راه باين زعما راه ما غاديش كلشي باين. المهم الفلفله راه هي اللي قطعتها طريفات صغار على هاد الشكل هذا، يعني غير دغيا تصوبوا بزاف. تديروا التحميره واحد معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال التحميره، تخلطو مزيان. تدير واحد شويه ديال خرقوم بلدي، تديرو الملحه، تنديرو الربيع. راه خلطت الربيع مع الفلفله، يعني الربيع واخا دير كميه كثيره ماشي مشكل، وخلطو كلشي. العافيه ما تكونش مجهده، يعني خليوها باش طيب البصله ويذوب داكشي كله. دابا غنقص ليها باش نغطيو المقله. كما كتشوفوا ها هي يعني العمارة صافي راه قلبت طيب، كتشرب كتشوفوا دغيا دغيا، ما خداتش وقت بزاف غير تغطيوها تغسلوا العافيه. صافي صوبت المسمن ساليتو، نتسنى هادي تبرد ومن بعد نعمرو حشوه. صافي من ساليت دابا غادي نطيوها بحال هكا، خليوها ترتاح فيما طيب ديك العماره اللي باغي نعمر بها هاد الملاحات. دابا غادي نمشي نصوب البيتزا. دابا غادي نصوبو البيتزا. كما كتشوفو هادي اللي صوبت في الفيديو السابق في روتينيك، صوبت هاد العجين ديال البيتزا، صوبت هادي، صوبت جوج. دابا غادي نصوبهم نعمرها. غندير هاد الصلصة ديال هادي فيها الخضر، غادي تلقاو الوصفة ديالها في الرابط عندي في صندوق الوصف. شوفو خلطة فيها الخضر، نديرها هنا فوق هي اللولة. عندي هنا كذلك الفلفله مقطعه على هذا الشكل رقيق، والبصله درتها رقيقه باش يعني طيب. وغندير الفرماج دابا، ندير الوسط شويه الطون.
دير شويه دابا ومن بعد نديرو الفوق، ندير البصله ديرو خضرة كما كتشوف، راه عمرت بالفلفلاك ندورها بحال هاد الشكل هذا. ونديرو دابا عاوتاني الطون، صافي نشعل الفران يكون سخون ومن بعد ندخلوها. يعني غادي طيب غير هاد العجينه راه طايبه، غادي طيب غير من التحت شويه ومن الفوق نشعلو، لا من الفوق نشعل الفوق والتحت في خطره واحده، ما تكونش العافيه مجهده بزاف. نديرو فرماج يعني بيتزا سريعه ما فيهاش بزاف ديال دغيا دغيا كتوجد. صافي هي موجوده، نصاوبو هاد الصغيره حتى هي. هاد الصلصه الا صوبتوها يعني بكميه كثيره كتبقى لكم في الكونجيلاتور، بس ما بغيتوها كتصاوبو بيتزا. كذلك تصاوبو العجينه ديال البيتزا وطيبو نص طيبه، يعني ما كتبقى نهار تبغيوها كتلقاها موجوده دغيا دغيا. بيتزا كتصاوبو غير الخضر. صافي دابا نديرو الفرماج عاوتاني فوق، كنديرو الفرماج في الاول باش يعني كتعطي المذاق ديال الفرماج الزوين لتحت ماشي غير الفوق. نديرو طون طون المعسوه مزيان، غادي شويه لخر، نديرو الفلفله والبصله، يقول لك شي شوائي ماشي لا الفلفله راه غادي تذوب غادي تحمر لانها رقيقه. ملي كانت غليظه شويه كتبان، المهم رقوها مزيان. شكرا. شايل هاد الشكل هذا، بعد نديرو ما تبقى من الشكل، نديرو الفرماج. شايل الشكل دابا غادي نصاوبو الملاحة ديالنا، دابا ملي يرتاحو غادي نصاوبوهم، ناخدو وحدة بوحدة اللولة. كذلك هادي راه بردات شوفو، ديرو الزيت كتشعل الشكل رقيقه بحال هكايا، راه بشويه باش ما تقطعش ليكم. من بعد تاخذوا الحشوه، كناخذ واحد شويه هنايا كميه اللي غتكفي، تنديروا من هكا ندورو كندورو الجهه الاخرى. بعد تنلويو على هاد الشكل هذا، الشكل هذا كيجيو على هاد الشكل.
حل السيجار. نعود معكم واحدة أخرى. باش شتو دابا منين سرحتها غادي ناخد واحد الملعقة في الحشوة تنلبو بحال هكدا الشيا الأخرى يكون هاد الشكل هذا ونلويو. تيكون هاد الشكل تنديروه في صفيحة مدهونة بالزيت أو لا هكا لأنها هي مغاديش تلصق على هاد الشكل هذا. بالنسبه للمملحات من ساليتهم درت جوج شكيلات، درت هذا الشكل هذا ودرت الشكل الاخر، ولكن المقطع اللي صوبت يعني شكل مربع وطريقه كيفاش دخلتهم في الفران يعني تمحالية، يعني منين بغيت ندخلهم دهنته باصفر بيضه كيجيو على هذا الشكل ممكن يطيبوا مزيان. بالنسبه للبيتزا كذلك راه عادي كطيب عادي في الفران رائعه بعجينه بسيطه ماشي فيها شي مكونات. بالنسبه لهذا الشيء راه ما فيش الزبده يعني ما كتجي شي شابله زبده. ايوا صافي يعني صوبت هادشي في الصباح العشيه ان شاء الله نخرج ونوريكم داكشي اللي جبت معايا تلقاو من بعد. بالنسبه لبغا تحتفظي بيهم ديرو في بواطه على هاد الشكل هذا يعني تخليهم تستفيهم ديري نص كل تاخذي داكشي اللي خاصك النهار وداكشي داكشي بقى لك ديري في بواطه على هاد الشكل ديرو شكلات اخرين بحال بهاد مع هادي ما زحموهمش بزاف صافي تسدو عليهم. كنت غديرهم في كونجيلاتور تغطيهم مزيان باش ما يشموش ديك الريحه ديال الماكله ديال داك الحوت اللي كان الدجاج صافي تغطيهم مزيان خصهم تيبردوا باش حطيهم صافي تغطيهم. ممكن الحوايج هادو الاخرين غنخليهم نص الاخر خليهم حتى ناكلوهم وهادو غنحطهم في الثلاجه يعني في الثلاجه اللي كانوا يبقاو غير يومين ثلاث ايام كنت غديري بزاف ديرهم في كونجيلاتور وتسدي عليهم صافي تسدي عليهم ما غاديش ديرهم في كونجيلاتور ولا في الثلاجه تسدي عليهم بحال هكا وهادشي اللي كاين. هاني جيت خرجنا وجينا كما شفتوا جبت معايا هادو كنت شفت واحد الفيديو جبت بحال هادو هما طوال وجبت هادو صغار كانوا خاصيني تا هما المهم جبت شويه واليوم جبت عطيني نص جبت هادو بجوجهم جبتهم بهادو ب 12 درهم بجوج شفتو كيشبهوا لي الاخرين لقيتهم عند واحد المحل في دار العمر 12 درهم هادو ب 12 وجبت هادو جبت منهم اربعه هادي 5 درهم البته خمسه خاصيني هادو جبتهم هذا هذا بحسب لي غير بجوج دراهم جبت هادو هادو جبتهم داك المره غير من دوك الصحاب اللي كيبيعوا في الكرارس ب 13 درهم وهذا في المحل جبتهم ب 10 دراهم ناقصين ها ب 10 درهم بحالهم نيت خوتهم جبت خمسه ولكن جبتهم في لون اخر جبتهم في هذا اللون خمسه منهم شوفوا راه فيهم العبار هذا هو العبار ديالهم هزو تنشو جيترو تديرو فيهم كاع القطاني والمعجنات جبت شويه بشويه هذيك المره جبت غير خمسه ودابا زدت عطيني خمسه اخرى لان كنت محتاجاهم بغيت نحيد القريعه ديال البلاستيك ونديرهم في هادو وجبت هادو عاوتاني جوج منهم جبت نفس اللون جبت اللون اللي كان شريت في الاول هذا اللون ودابا جبت هذا اللون فهاد الكبار والصغار فهاد اللون كنتش معوله زعما نلقاهم ساعه لقيتهم نفس ناقصين في الثمن 5 صافي هادشي اللي جبت
حتى انا خرجت غير باش نشري غير هذا، ماشي باش نشري شي حاجه اخرى. ايوا هذا هو النهار ديالي كيدوزو، نتمنى ان هذا النهار يعجبكم. ما تنساوش اخواتي ديروا لي لايك في لايك، وتشتركوا القناه، تشاركوا في القناه الا عجبتك القناه. ولا كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو اختي، نتمنى انك تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. مع السلامه، مع روتين جديد ونهار جديد، بنجاح والتوفيق للجميع.